يعاني النازحون في أبيي مصاعب تحول دون رجوعهم إلى المدينة على الرغم من الجهد الذي تبذله المنظمات الدولية لتأمين عودتهم. ويقدر عدد العائدين بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت في شهر مايو أيار من العام الماضي ب5000 من نحو 55,000 حسب إحصائية للأمم المتحدة. مراسلنا في السودان محمد الطيب زار أبيي وأعد التقرير التالي. بين هذه الأكوام من الدمار الذي خلفته صراعات بين جيش الحركة الشعبية والجيش السوداني العام الماضي، شرع دينغ في إعادة تأهيل منزله استعدادا لعودة عائلته إلى مدينة أبيه. تلك المدينة التي نزح منها 55,000 من سكانها ولم يرجع منهم سوى 5,000 حسب تقارير بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، فالثقة في أمن المدينة باتت ضعيفة. لكن أساس القلب بقلب المواطن يطلع الآن، كون مواطن يقعد في وش سلاحه وما عنده سلاح ده ما ممكن تبتعد نفسك لغاية الحرب ينتهى وترجع في نفس المكان انت كنت قاعد فيها. شوارع المدينة تكاد تكون خالية من المارة عدا هذه السوق الوحيدة التي تدب فيها الحياة، حيث يقضي النازحون أوقاتهم فيها قبل رجوعهم إلى خارج المدينة بين شراء احتياجاتهم الضرورية وجلسات القهوة والحديث عن أمر العودة. والله يا أخي الاستقرار ما بزال حاسس بالاستقرار، يعني الناحية والحاجة يعني أول حين نازم أفضل على وضوء من ناحية اقتصادية وضع مدهور، ناحية أمنية يعني الطرق تعبان سوق ما ردمه. ليس فقط الأمن هو المفقود في المدينة، فالمدينة في حاجة شديدة إلى المرافق. مستشفى أبيه والذي ينظر إليه على أنه أحد أهم مرافقها يعاني من نقص في المعدات والتجهيزات الأساسية إضافة إلى الكوادر الطبية. الوضع انتم براكم شايفين الانابر بحاله جيده، الاقسام بحاله جيده، لكن في نقص في الالات وفي المعدات وفي الدواء والاطباء والكوادر البسيطه موجوده. ويمثل نقص الموارد والامكانات عائقا امام الاداره المحليه لتسهيل عوده النازحين الى المدينه وتوفير مناخ الاستقرار والامن لهم، فالاداره المحليه تشكو من قله الدعم القادم من الحكومه المركزيه. ورغم تمتع المنطقة بالموارد الطبيعية المختلفة وتخصيص حصص من عائدات البترول لسكانها حسب بروتوكول أبيه، إلا أن التنمية في المدينة ما زالت في بداياتها. بطبيعة الحال فإن الوضع في المدينة وإن بدأ مستقرا يحتاج إلى كثير من مقومات الأمن والخدمات الأساسية كما يقول السكان المحليون هنا، كأحد المطالب الملحة لرجوعهم واستقرارهم بصورة دائمة في المنطقة. محمد الطيب، بي بي سي، أبيه.